مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. تم العثور على جثتي فتاة تبلغ من العمر 19 سنة وشاب يبلغ من العمر 25 سنة في منزل مهجور بمنطقة عين المديور بجامعة مشرع العين إقليم تارودانت. ووفقا لمصادر محلية، فإن الشاب تعرض لطعنتين بالسكين، فيما يشتبه أن الفتاة قد قتلت خنقا. تحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادثة وأسبابها، حيث أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات بعد تلقي البلاغ، حيث قامت بالمعاينة الأولية للموقع واستجواب السكان المحليين للحصول على أي معلومات قد تساعد في كشف ملابسات الجريمة. إن لله وإنا إليه راجعون.